برامجك المقدمات بتاعتها او التترات في كتير من السنين بقت اغنيات الناس بتحبها قوي وبتتذاع في الراديو من كتر عذوبتها وجمالها. يعني تحس انت وانت قاعد في قدام التلفزيون بتتفرج بقى سواء بقى على برنامج على مسلسل على اي حاجه, وبعدين تلاقي اغنيه لطيفه جدا وحلوه جدا وفيها معاني حلوه, وبعد كده تطلع تقدم رسالتك. خلينا نعمل كليب كده من بعض التترات اللي استعان بيها مصطفى حسني في برامجه الشهيره اللي الاغاني بقت يمكن اشهر من اسم البرنامج. تتعب وتدور الدنيا هتضحك وتنور تديك أكتر ما بتتصور من فضل الله. عارف إن الصح ساعات بيبقى تقيل علينا وإن الغلط أوقات بيحلى في عينينا. أنا وإنت بين السكتين هنحدد إحنا هنمشي فين, يا هنبقى قد الصح يا هيروح من إيدينا. هو يا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيا, كفاية غيوم وهقدر أقوم ولو طالت ليالي. جوايا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيا, كفاية غيوم وهقدر أقوم ولو طالت ليالي. هيا بتنقش عالوشوش بشوف ملايكة بشوف وحوش, واخاف اتوب واجرح نفوس او اضر نفسي عليها دوس, وانا تايه ما بين اني اسيب ايامي تظلمني ولا ادوس على اللي جاي واخلي شطاني يحكمني. وانا حلم مرتاح ألقى في قلبي حبة براح, قاطر وجيلك من غير جناح ولا شيء يوقفني. التترات أنا متأكدة أنه ده جزء من حاجة بتشغل تفكيرك. نعم. الموضوع ده فيه خناقة المعازف والأغاني. لما حسمنا الخناقة دي بكلام العلماء, احنا عندنا كتاب جميل قوي اسمه إبطال دعوى الإجماع في تحريم مطلق السماع للإمام الشوكاني متوفى 1250 هجرية, بينقل فيها أقوال العلماء اللي عندهم خلاف في مسألة المعازف. نحترم من يقول إن المعازف حرام, لكن اللي بيقول إن المعازف حرام لازم يحترم 30 عالم عبر الأمة وأكتر طبعا بكتير, 30 إمام يعني, اللي بيقولوا بيحل استخدام المعازف مدام الكلام غير خادش للحياء ولا هدام للقيم. من ضمن الأدوات اللي بتعيش في وجدان الناس هو الفن. الفن اللي الكل بينادي فيه في الدنيا اسمه الفن الهادف, البناء اللي بيبني الأوطان ويبني النفوس ويبني الأسر. فاجتهدنا قوي الحمد لله رب العالمين إن إحنا مع كل برنامج نثبت فكرته بالأغنية. الأغاني بتعيش والواقع بيقول كده, وبالتالي حتى فكرة البرنامج شرحها بيكون من خلال التتر. فلجأنا للناس المتخصصين وحتى الفنانين نفسهم كانوا كرام جدا. مسار إجباري عمل تامر حسني عمل كرام كلهم ناس كرام جدا في المعاملة معانا, أكرمونا جدا جدا, وقفوا معانا بشكل جميل وطلعوا أحسن ما عندهم الصراحة. شفنا منهم معاملة في غاية الرقي, فطلعت الأغاني دي اللي حضرتك تفضلت بيها. السنة دي في تتر أغنية ولا لأ؟ في. ايه ده؟ الحمد لله مستورين بستر الله. طب استنى, طب مين؟ انا بحب صديقي هو فنان اسمه عبد الرحمن رشدي. عبد الرحمن رشدي
هو معروف في أوساط كتيرة جدا، وراجل موهوب جدا جدا جدا، وصوته يعني ليه يعني خلقة ربنا حلوة قوي في صوته يعني. فلما حضرتك تسمعيها تنبسطي جدا جدا. أنا متأكدة. ما بين الحال والحال جوايا ألف سؤال، قدامي ألف طريق وتعبت من الترحال، بمشي شمال ويمين ألاقي ناس تايهين بيدوروا عالرد لسؤالي مش عارفين، وقلوبنا حيرانة في غربة وخجالة، والدنيا سايبانا واحنا فيهم سايبين. بصير بصير، رحلتك من الشتات إلى اليقين. الشتات مش الشك، هو مصطفى محمود، مصطفى محمود كان من الشك. الشتات اذا كان الناس كانت مثلا من 20 30 سنه عندها شتات ذهني والدنيا زحمه، فاحنا في يومنا هذا الشتات اكبر بكتير. هو مش بس شتات ديني وفكري، هو شتات نفسي وعقلي. اللي يقعد على اليوتيوب او تيك توك او انستغرام 24 ساعه هيجيله كل انواع الشتات.